انت ليه متاكد ان هشام عباس اللي قالت لنا عليه ده عارفه هو هشام عباس المطرب المحبوب؟ ليه ما يكونش اي هشام عباس تاني؟ بس يا سمسم والنبي يا ابني، اسم هشام عباس ده اسم نادر جدا. بص باشمهندس، انت تعرف اي حد اسمه هشام عباس غير الفنان؟ انا اسمي هشام عباس. باشمهندس هشام، بعد اذن حضرتك في واحد بره عايزك اسمه هشام عباس. ده اللي جاي من طرف هشام عباس المحامي. طيب خليه يستناني بره وانا جاي له. حاضر. باشمهندس ممكن سؤال معلش؟ اتفضل. وانتوا هنا بتطلبوا اوردرات اكل ازاي لما انتوا كلكم هشام عباس؟ احنا الاوفيس بوي عندنا اسمه مصطفى. قمر؟ هشام مصطفى.